اهلا بيكم من جديد. وصلنا دلوقتي لفقره سهم وقوس، وزي ما كنت بسال احمد في اول الانترو عن فكره شرب القهوه، شرب القهوه على الريق يمكن ناس كتير جدا بتحب تشرب قهوه اول ما بتصحى من النوم، لكن فكره ان احنا نشرب قهوه امتى وازاي عشان ما نشربهاش بطريقه غلط ممكن تضر صحتنا، حاجات كتير جدا ممكن نكون بنعملها غلط، عادات كتير صحيه ممكن نكون بنعملها غلط الصبح اول ما بنصحى من النوم. عشان كده منورنا النهارده ضيفتنا العزيزه اللي هيجاوبنا على كل الاسئله ديت الحقيقه، دكتور ساره مجدي اخصائيه العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. دكتور منوراني، اهلا بك. ميرسي يا حبيبي، اهلا وسهلا. دكتور، كنت بقول لاحمد الصبح انه يمكن كلنا اول حاجه بنعملها ان احنا لما بنصحى من النوم نشرب قهوه، سواء بقى يعني قهوه ساده اللي هي الاسبريسو والحاجات ديت، قهوه باللبن، نسكافيه، تعدد اشكال القهوه، كلنا بنشرب قهوه اول ما بنصحى من النوم. دي حقيقه. بس المشكله في انه القهوه الناس واخده عنها فكره انه انا اشرب قهوه الصبح على الريق اول ما اصحى من النوم عشان سد نفسي عشان اقعد طول اليوم ما اكلش، فانا كده هخس بشكل اسرع. او في ناس بتبقى ملهاش نفس ان هي تاكل ومحتاجه تفوق، فحتى يقول لك انا محدش يكلمني يا جماعه غير لما اشرب قهوه. بتزود احساس انه سد الشهيه ده. بس في الحقيقه الكلام ده كله مش مظبوط. الفكره كلها ان انا ببقى صاحي الصبح مش متعود، هو كواليتي يومي مش اكتر، انا مش متعود ان انا كل يوم لما بصحى بفطر، فطبيعي ان انا خلاص اي عاده انا بعملها تقريبا على مدار 3 شهور جسمي بيتعود عليها، فما دام انا اتعودت ان انا بشكل يومي بصحى اشرب قهوه الصبح خلاص دايركت جسمي يتعود على كده. لكن دي للاسف عاده مش صحيحه، لان القهوه من الحاجات اللي بتزود شعور القلق والتوتر بشكل كبير جدا في الجسم، وبالتالي بترفع لنا هرمون اسمه الكورتيزول، والهرمون ده من الهرمونات الخطيره جدا للاسف، لانه بيساعد بطبعه. طبعا انت صاحيه الصبح ما اكلتيش اي حاجه، ما خدتيش باور، فبالتالي الهرمون ده بيشتغل على الدهون والسكريات المختزنه في جسمك، يبتدي يحولها لطاقه عشان تديكي نشاط، فبالتالي بتلاقي ان انت وانس انك شربتي فنجان القهوه على الصبح بيبتدي يحصل لك زي ثيرمال افكت كده، جسمك ابتدى يدفى وابتديتي يبقى عندك نوع من النشاط ان انت هتكملي يومك. بس الكلام ده مثلا بيستغرق ايه، ساعه ساعتين كتير قوي، يبتدي الشخص يحس بقى بالجوع، بس يبقى جوع ناحيه السكريات او الحلويات بس مش اكتر. هو انت بتوصفي بالظبط يا دكتور اللي انا بحسه، لان انا اول ما بصحى من النوم انا مش بعمل اي حاجه. دي حقيقه، مش انت بس، احنا كلنا بنشرب نسكافيه وافضل قاعده عليها مثلا لحد الساعه 2 لما اروح وابدا احس بجوع شديد جدا. بالظبط كده، وتلاقيكي بتجوعي عايزه تاخدي حاجه مسكره، عايزه تاخدي مثلا ديزرت او حاجه زي كده. طيب بعد كده بيحصل ايه بقى؟ وانس ان انا ابتديت احس بالجوع ناحيه اتجاه الحلويات، مهما اكلتي من حاجات تانية مختلفة مش هتنبسطي غير لو أخدتي سكريات. فبالتالي ده بيحصل إيه بقى؟ بيبتدي الجسم لما السكر يزيد فمعدل هرمون الإنسولين بيزيد، يبتدي في المقابل يقلل لي في معدل الهرمون الذكوري اللي هو التستوستيرون المسؤول أصلا بشكل كبير جدا على النمو العضلي في الجسم، فيبتدي العضلات دي يحصل لها ويستنج، فبالتالي يبتدي أقرب حاجة تخزن دهون هي العضلة ضعيفه او اللي ايه اللي فيها ويستنج. اكتر عضله واكتر حاجه شائعه هي منطقه البطن. فبالتالي بتلاقي معظم الناس اللي بتصطبح الصبح على فنجان القهوه ده عندهم بيلي ابدون. مش حقيقي الكلام ده يا جماعه خالص، والله ما فيش كده. هقول لك ما هو انت برضو ممكن تكوني ما بتاخديش سعرات بشكل كبير، يعني بتحاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي نفسك، لكن على اللونج ران بيبتدي يحصل كده فعلا. ومع تقدم العمر بيبتدي معدل الحرق اصلا في الفيميلز عموما بيقل من بعد سن ال 30، فبتلاقي دايركت الايه البلي ابدوم دي. ليه احنا معدل الحرق عندنا بيقل اكتر؟ دي حاجه كده سبحان ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي خالقها، دي كواليتي الهرمونز اللي جوه الفيميل نفسها. وبيحصل بقى الموضوع اكتر بعد سن ال 50 بقى، بعد البوست منوبوز بيحصل كده بقى فعلا، ما بيبقاش في حرق تماما تقريبا. والحرق مرتبط بالحركه، فانت كل ما السن بيكبر كل ما الحركه بتقل، ده امر طبيعي. طيب الناس اللي متعوده انها تشرب قهوه الصبح اول حاجه يعني يطلعوا من القصه ديت صعب؟ تدريجي طبعا، بنطلع منها تدريجي. ان انا احاول مثلا الصبح اخد وليكن معلقه عسل نحل، كوبايه ميه، مش شرط تبقى ميه دافيه عشان برضو دي خدعه، ممكن اشرب عادي اي ميه ما فيش مشكله خالص. ابتدي افطر حاجات خفيفه بس يكون فيها نسبه بروتين عاليه، فيها ديري برودكت، منتجات البان،
بيض او لبن او جبن او زبادي، الحاجات دي كلها الصبح بتبقى مفيده قوي، وفي نفس الوقت بتلطف جدار المعده. احاول ادخل خضار او فاكهه برضو في وجبه الفطار، ااجل القهوه تدريجي لحد ما نوصل ان احنا بناجلها بعد وجبه الفطار مثلا بساعتين. يعني المفروض صح ان ده الصح ان هي تتاخد بعد الفطار بساعتين، ممكن تدريجيا مثلا ابدا اخدها مع اكل في الاول لغايه لما اتعود. كده ده بيبقى تدريجي فعلا، لانه الفكره كمان بقى مش في ان هي بتسبب المشاكل اللي اتكلمنا عليها بس، لا دي كمان بتساعد انه الاكل اللي انا باكله حتى لو انا باكل بقى خضار وفاكهه وبروتينز وكلام من ده ما بتساعدش على الامتصاص بشكل كويس، فبتلاقي ان الشخص بياكل اكل صحي بس برده ما عندوش باور، عنده نقص في الفيتامينز. طب ايه السبب؟ بيبقى السبب ان انا دايما بدمج القهوه او الشاي او النسكافيه او اي كافيين عموما مع الوجبه بتاعتي. يعني ده مش بس ده الكافيين عموما، يعني حتى الشاي برضو بلاش اول ما نصحى هو كله. بصي كل الحاجات اللي فيها الكافيين حتى الباور درينكس برضو نفس الفكره. ما افتكرش حد يشرب باور درينك اول ما يصحى من النوم، اللي هي الحاجات اللي في ناس اصلا متعايشه بيها كانها زي الشاي والقهوه بالنسبه لنا كده، بس للاسف خطيره جدا جدا. يعني الكان الواحده تقريبا ممكن يبقى فيها حوالي 25 فنجان قهوه، فانت متخيله 25 فنجان قهوه؟ 25 فنجان قهوه في كان واحده. شوفي بقى ان ممكن في ناس ممكن تشرب اكتر من كان في اليوم. فدول بيخشوا في مراحل صعبه جدا، زياده في ضربات القلب، زياده في التوتر، زياده في أرق، زياده في انخفاض نسبه الهيموجلوبين في الدم، بتعمل انيميا رهيبه وبيبقى خلاص ادمان. هو ادمان حاجه زي الى جانب الادمان بنخش بقى في مشاكل معده، التهابات بقى في المعده، في القولون، في المراره، في المريء، الكلام ده كله، ارتجاع في المريء دائم بشكل دائم، لان طبعا الكافيين من الحاجات اللي بتعمل ارتجاع في المريء شديد. فمشروبات الطاقه يعني يفضل حاجة ان هي ما تبقاش بشكل دائم، ويفضل انها ما تبقاش على الريق، وما يفضل انها ما تبقاش بشكل يومي برضو، ومش اكتر من حاجه في اليوم. ده احنا بنقول المفروض ان انا كشخص ليا فنجان قهوه واحد في اليوم بس. فانت متخيله انا بشرب كان فيها 25 فنجان وممكن اخليها اكتر من مره في اليوم، فالموضوع صعب جدا. صعب جدا اكيد. طيب خليني، طب احنا اتكلمنا عن الكافيين والحاجات ديت وكده، فكره الفطار كنت بتقولي ان الفطار مهم جدا وان احنا لازم نفطر، اهميه بقى الفطار، الناس اللي بتسكاب وجبه الفطار وبتقول انه انا مش بحس ان انا مثلا جعانه فانا بسكاب وجبه الفطار وادخل على الغداء على طول، بحس ان انا بقى شلت وجبه من عليا في اليوم، تقولي لهم ايه الناس؟ بصي هقول لك برضو النقطه دي مش صحيحه قوي، انا ممكن اسكيب وجبه بس ما تبقاش وجبه الفطار، ممكن ااخر الفطار شويه، ولو ان انا ضد برضو الفكره دي، لان جسمي له ساعه بيولوجيه، يعني مش مرتبط بميعاد، ان في ناس برضو بتقول احنا المفروض ناكل لحد الساعه 6 بس وبعد كده خلاص استوب ما ناكلش تاني. لا هو الجسم له ساعه بيولوجيه، افرضي ان انا حد بيشتغل مثلا فتره الليل وبنام فتره النهار، هل انا معناها ان الاكل اللي انا باكله بالليل ده كله بيتخزن دهون وانا كده هفضل تخين او هتخن؟ لا الموضوع مش كده، هو ساعه بيولوجيه، وانس ان انا مثلا صحيت الصبح بدري فالمفروض بيبقى قدامي من ساعه لساعه ونص بالكتير قوي عقبال ما افطر. طب افرضي ان انا مش جعانه دلوقتي او ماليش نفس للاكل، زي ما اتفقنا ممكن نشرب ميه او ناخد معلقه عسل نحل بحيث ان انا ابتدي اشغل المعده على حاجه خفيفه، بعد كده باخد وجبه الفطار لان هي دي اهم وجبه اساسيه على مدار اليوم، هي اصلا اللي بتساعد ان معدل الحرق بتاعي يشتغل بشكل كويس، مش شرب القهوه ومش ان انا افضل قاعد في مكاني وما باكلش وبقول انا كده صحيت بدري ومش هاكل فانا خلاص كده ايه الحرق بتاعي هيشتغل بدري، لا ده للاسف مش بيحصل. الحرق بيشتغل مع حاجتين، ان انا ببقى منظم وجباتي بشكل كويس، مقسمهم على مدار اليوم من 4 لـ5 وجبات في اليوم بس يعني كميات قليله، وطبعا الحركه ده شيء اساسي. طب الفطار، في ناس بقى بتقول انه وجبه الفطار دي زي ما حضرتك قلتي انها بتكون وجبه مهمه، والحرق في ناس بتفتكر انه هي الصبح الحرق بيبقى عندها عالي بعكس الليل، ان الحرق بيقل بالليل. ما احنا اتفقنا ان ده بقى تفطر فطار كثير وحاجات يعني فاهمه حاجات كثير في الفطار. هقول لك بصي، هي احنا اتفقنا ان دي ساعه بيولوجيه، يعني لو انا حد بينام بالليل وبيصحى الصبح فانا خلاص الساعه البيولوجيه بتاعتي بالنهار. طب لو انا العكس يبقى خلاص بالليل. طب نيجي لوجبه الفطار، في ناس مثلا الصبح بتبقى صاحيه عايزه تشرب مثلا شاي مع بسكوت، نسكافيه وكرواسون وباتيه، الحاجات الفرنش توست، الحاجات اللي هي اللي الاجانب بيفطروا بيها، مع العلم ان هم بيفطروا بيها بس ما بيتخنوش. تعالي بقى احنا هنا عندنا يحصل ليه بقى؟ هقول لك ليه، هم عندهم رتم الحياه بتاعهم سريع، بيتحركوا كتير، بيشتغلوا كتير، لكن احنا تلاقينا ايه معظمنا قاعد على مكاتب او ستات بيوت،
وبعدين بنخش في مراحل تانية بقى انه بنطبخ الاكل بطرق دسمه جدا، فتلاقي الموضوع زاد. لكن هم معظم اكلهم لايت، هم بس ايه تلاقيهم بيفطروا بالحاجات اللي هي الخفيفه دي من وجهه نظرهم، لكن هي في الاساس بترفع معدل الانسولين جدا جدا للاسف. في ناس تانية بتفطر مثلا كورن فليكس باللبن تديها للاطفال. بتتكلمي على ابسط الحاجات، انا كلامي على ناس تانية خالص، انا كلامي على عربيات الفول والحاجات اللي بتبقى في الطريق، الناس اللي تقف على عربيه الفول تدبها. تصلب شرايين ماشي في الارض، كوليسترول ماشي في الارض للاسف. لكن تقولي لي كرواسو توست في ناس إيه، في ناس بيعملوا كده وفي ناس بيعملوا العكس تماما. لكن الوجبه الصحيه او اللي المفروض مش هتبقى بتسبب في زياده وزني، بل بالعكس بتسبب زياده في معدل الفيتامينات والمعادن وبتدي صحه للجسم، الوجبه الطبيعيه خالص اللي هي فيها بروتين من البيت، وليكن بيض او لبن، جبن، زبادي، فول حتى، بس يكون من البيت. الخلاصه ان انا اكون باكل من البيت. نشويات ممكن يبقى عيش او بطاطس باي شكل من الاشكال، ما عدا طبعا المقليات لانها بتتحول لترانس فاتس في الاخر. خضار او فاكهه من الحاجات الاساسيه في وجبه الفطار الصبح، مهمه جدا جدا. وزي ما اتفقنا ما دام اخذت خضار وفاكهه يبقى انا ااجل او ااخر القهوه شويه لساعتين او ثلاثه بعد الفطار عشان جسمي يستفاد من الايه، من الفيتامينز اللي في الفواكه. طيب يعني زي ما حضرتك قلتي ان احنا نبعد عن الاكل الثقيل، الاكل نبعد عن اكل الشارع، هي الخلاصه ابعد عن اكل الشارع. لان الفكره بره بيحط لك حاجات مكسرات طعم كتير، زيوت كتيره، دهون كتيره، حاجات كتيره قوي تحسسك ان الاكل واو ده طعمه حلو قوي. لكن انا لو في البيت انا عارفه انا حاطه ايه ومستخدمه ايه والكميات بتاعتي قد ايه بالظبط، فهي دي ده الفرق في الاثنين. وطبعا ان انا ابقى عارف يعني وليكن انا سعراتي قد ايه في اليوم، واحاول اقنن الكميات على قد ما بقدر. في ناس مثلا بتصحى الصبح تفطر بثلاث اربع ترغيفه، فده لوحد يعني الثلاث اربع ترغيفه دول لوحدهم بمقدار سعرات حراريه لشخص يوم كامل. بغيب بعيدا بقى عن الفطار المصري بتاعتنا بقى الفول والطعميه. انا بقول لك ده كده ايه، تصلب شرايين ماشي معانا في الارض بالظبط، وكميه دهون مهدرجه مش طبيعيه. يعني ده الفطار اللي احنا كمصريين بنحبه ومتعودين عليه، وبنستنى مثلا يوم الجمعه عشان نتجمع ونفطر الفطار ده مع بعض. الزمن اتغير دلوقتي، الوقت ده بقى كله امراض للاسف، الامراض بقت منتشره في كل حاجه، في الجو وفي كل مكان، فالوضع بقى مختلف عن زمان. طب ما اهالينا زمان كانوا عايشين على الحاجات دي، ويمكن ما كانوش بيمرضوا الامراض الفظيعه اللي موجوده دلوقتي. فالزمن اتغير، الاكل نفسه اتغير، كل حاجه اتغيرت. فاكيد لازم كواليتي الحياه نفسه يتغير. في ناس تقول لك انا لو ما اكلتش الفطار دوت او ما مش هعرف اكمل يومي، مش هعرف اكمل يومي، بحس ان انا مرهق وكسلان ومش كل قادر. ده يعني سايكاتريك افكت مش اكتر. انا مسست نفسي ان انا لو ما اكلتش بشكل كويس مش هشتغل بشكل كويس، ههبط في حين ايوه ههبط في حين ان انت تعالي دوري على انا ههبط ده فانا هاكل ايه، تلاقيه بياكل حاجات هايفه قوي، بسكوتات، شوكولاتات، حاجات يعني فين الاكل؟ صح، فين الفايده؟ بالعكس انت بتاخد منها باور لمده ساعه ساعتين ماكسيمم، وبعد كده بيبتدي الشخص ده يهبط تاني وتالت ورابع، لان هو انا بعملها بلعب في معدلات الانسولين، طالع نازل، اخد حاجه مسكره يطلع، ابطل واسكت ساعه ينزل، ارجع جوه تاني يطلع، وهكذا. طب في ناس بقى على عكس الناس اللي انا بتكلم عليهم دول، في ناس على الجانب الاخر بيمشوا على انظمه قاسيه جدا، انظمه غذائيه قاسيه جدا عشان يخسوا، فبيبداوا ان هم يقطعوا حاجات كتير جدا من الحاجات اللي بياكلوها عشان يوصلوا لوزن اقل في وقت اسرع. يمكن الكلام ده كان بيحصل زمان، هو ما زال موجود دلوقتي، بس اعتقد انه طرق التوعيه اختلفت تماما. بقينا دلوقتي معظم يعني الدكاتره في مجال التغذيه بيتكلموا عن اننا لازم ناكل اكل صحي، لازم الوجبه تبقى بتحتوي على كل العناصر. انه اثبتوا كمان ان يعني معظم الدراسات اثبتت ان كل الانظمه اللي هي فيها نوع من الحرمان او الانظمه القاسيه او اللي بتعتمد على انه سعرات تبقى قليله عن المعدل الطبيعي للشخص، او ان انا بعتمد على صنف واحد بس مثلا من الاكل اللي موجود في الدنيا كله اعتمد عليه في الدايت بتاعي، كل الحاجات دي اثبتت فشلها للاسف. الناس دي بتخس فعلا، مش ما بتخسش، بس بتخس بوهن في العضلات، بتخس بارهاق شديد، بتعب جسماني رهيب، بدروب فظيع في الفيتامينز والمينرالز. فبتلاقي الشخص ده مش بيدي بشكل كافي، خلاص هو خس، ابتدى يتحول من شخص سليم لشخص مريض، مع ان هو كان وهو تخين ممكن كان يبقى فيه صحه شويه عن لما بيخس. وانس ان هم بطلوا الانظمه دي،
طبعا في كونشس ليفل شغال بيخزن، انا ما اكلتش النهارده كذا، انا شفت كذا بس ما اكلتوش، انا شفت كذا بس هنتقم. بعد ما اخلص الدايت فخلاص في بقى ايه، دخلنا في اكذوبه ان انا هخلص دايت فهعمل حاجه اسمها تثبيت، ودي برده حاجه مش موجوده ملهاش اساس. لا ده انت تقولي لي كملي كلامك ونقف عند حته التثبيت دي زي اكذوبه. نيجي بقى بعد ما بنوصل عند مرحله التثبيت اللي هنتكلم فيها، انه الشخص ده الكونشس ليفل بيبتدي يطلع كل الحاجات اللي هو ما اكلهاش، بدل ما كان هياكلها في الدايت العادي المتوازن بكميات قليلة فخلاص أعصابه هتبقى هادية ومرتاحة ان هو ما عندوش مشكلة، هيجي ياكلها بكميات رهيبة بعد كده بقى. ليه؟ هينتقم خلاص، هو انا عندي فقدان رهيب في العناصر دي، او لان سبحان الله هو ربنا خلق كل الاكل، هتلاقي جسمك محتاج ولو 1 من 10 جرام من اي حاجه تتخيليها. حتى الملح اللي الناس بتقول مثلا الملح ده من الحاجات المضره اللي بتزود الوزن وبتعمل احتباس في الميه، بس سبحان الله انت جسمك محتاجه، وبيجي لك وقت بيحصل لك هبوط شديد في الضغط نتيجه ان انت عندك نقص في الاملاح او في الصوديوم. بس نيجي بقى لنقطة التثبيت دي، برضو كانت من الحاجات الشائعة في فترة من الفترات، ان انا لما هعمل دايت قاسي وهمشي على انظمة اللي فيها حرمان شديد، هاجي عند وقت معين وهثبت، سواء بقى كان بانظمة او ببعض الادوية او المشروبات. برضو الحاجة دي مفيش دراسة علمية اثبتت ان الكلام ده موجود حقيقي، لان الناس دي وانس ان هي بتمشي على موضوع التثبيت ده مثلا شهر شهرين، برضو جسمي عمال بيخزن او الكونشس ليفل بيخزن ان انا في حاجات انا برضو محروم منها ما اكلتهاش او ما شربتهاش. يعني مثلا يوم الفري الواحد بيبقى عايز ياكل مليون حاجه في يوم واحد. انتي يوم الفري ده احنا بنضحك بيه على بعض. ليه؟ انتي بتلخبطي مثلا في وجبه او في وجبتين بتلاقي يوميها وزنك زاد 3 4 صح يا دكتور؟ يعني ببقى مثلا خاصه طول الاسبوع قبل يوم الفري بوزن نفسي، بعد يوم الفري هتلاقي زايد. بس في ناس بتقول انه لا، ان الوزن ده مش بيبقى حقيقي. هو وزن وهمي حقيقي ولا مش حقيقي؟ بصي هو وزن وهمي اوكي، بس انا كده عماله بلعب في في, في 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 شكل الجسم نفسه، لان انا بحاول ان انا احافظ على شكل الجسم بالعضلات، ما يبقاش عندي اللي هو اسمها السيلوليت او الترهلات او الكلام ده. ففكره ان انا عماله بلعب في الوزن طالع نازل ده، دي مشكله اسمه حتى يعني كانوا بيسموه اليويو دايتنج، ان انا عماله بطلع وبنزل اخس فده بيبوظ شكل الجسم، ده بيبوظ شكل الجسم والعضلات. ونرجع بعد كده نشتكي انه انا على فكره خسيت بس انا عندي ترهلات. ده مش بسبب التخسيس، هو بسبب ان انا عماله بلعب طالعه نازله بخس غلط. وبخس بشكل غلط. مفيش اي نظام في حرمان عموما هيديني نتيجه مطلوبه. في ناس بتبقى خاسه بال10 وبال15 كيلو بس بتيجي شايفاهم قدامك كان هم زي ما هم، هو الميزان بس مخسسهم. على العكس في ناس تانية ممكن تبقى خاسه كيلو او 2 كيلو على الميزان بس الشيبنج بتاعها متغير. دي حاجه ليها علاقه بالعضلات، بالكتله العضليه بالكتله العضليه وبطريقه الدايت نفسه. انا لو ماشي على دايت متوازن هيساعدني ان انا اخس دهون، لكن لو انا ماشي على دايت فيه حرمان انا بنزل ميه عضلات. واصلا عموما الدراسات بتقول ان انا المفروض كشخص او كبني ادم يعني ادلت، المفروض ان انا بخس من اول 300 او 400 جرام لحد كيلو ونص في خلال الاسبوع. فازاي انا بمشي على نظام دايت يخسسني بال 3 وبال 4 كيلو في الاسبوع؟ ده ايه الناس ده إيه بقى؟ اللي تقول لك انت هتخسي 3 او 4 كيلو ده دي إيه؟ حاجه اديني بقى انت عقلك، انا هخس 3 4 كيلو في الاسبوع ازاي؟ ايه اللي انا نزلته؟ ما هو اذا كانت الكتب بتقول ان انا هخس دهون من اول 300 جرام لحد كيلو ونص، طب انا هخس ال 3 4 كيلو دول ايه؟ ما هو اكيد ميه وعضلات، مفيش ما عنديش حاجه تاني، ما انا بنزل الثلاثه دول يا دهون يا ميه عضلات. لو انا حافظت ان انا معدلي بيبقى دهون فقط هتلاقي الشيبنج بيتغير بسرعه جدا، مقاسات الجسم بتتغير بسرعه جدا، حتى من غير الحاجات بقى التكنولوجي الجديده الاجهزه والحقن والكلام ده كله. يعني ممكن تلاقي شخص ماشي بس على دايت متوازن مع رياضه اللي هي بنسميها لايت اكتيفيتي، يعني مثلا حركه مشي عادي خالص. ممكن حاجات في البيت، في ابلكيشنز في ابلكيشنز ووك ات هوم ممتاز، بنعمل بيها عضلات، ده بنعمل بيها تمارين في البيت، اكتيفيتي في البيت. ومش شرط تمارين كمان، يعني مش شرط ان انا اعمل تمارين فيها ريزيستنس او مقاومه او اوزان. يعني انا لو بلعب كارديو بس وانس اني وصلت لمرحله ان انا حصل لي نهجان فبيحصل زي خروج لثاني اكسيد الكربون، دخول للاكسجين، ده كده بيبتدي يشتغل على حرق الدهون. لكن في ناس تانية تقول على فكره انا ملتزم جدا في الرياضه وبمشي كل يوم ساعه بس قبل ما بمشي بشرب ازازه ميه قد كده، فطبعا انا بخرج انزل كل الميه دي وبعرق كتير جدا، بس هو انا ليه ما بخسش؟ هو اللي حصل ايه؟ انا شربت ميه، خرجت مشيت نزلت بس خرجتها شكرا. لكن انا عايز عشان العب رياضه كارديو تساعدني على اني انزل وزني ان انا اكون مثلا وليكن صاحي الصبح كده على الريق امشي بتاع ساعه او بعد الفطار ب 3 4 ساعات تكون معدتي فاضيه
اخرج او بالليل بعد وجبه العشاء، وليكن اللي هي مثلا للناس اللي الساعه البيولوجيه بتاعتها بتبقى بالنهار، فوجبه العشاء بيبقى اخرها 6 7 بالكثير. فانا لو انا اتمشيت على الساعه 10 بالليل برضه بيحصل نفس يعني الموضوع. انا وسمعته قبل كده ان المفروض لو انا هشرب المفروض نشرب 3 ل 4 لتر في اليوم، بس أكيد. الفكره انه مش مره واحده، اولا مش مره واحده، ثانيا مش بعد الاكل مباشره. برضه فكره الميه وسط الاكل دي فيها كذا يعني خلاف. انا ممكن اخد ميه وسط الاكل بس يعني عارفه انت اللي هو كميات قليله بتساعدني بس ان انا ايه يحصل لي هضم وامتصاص مش اكتر. صحيح. لكن في ناس تشرب كميات كبيره جدا وسط الاكل، ده مش صح، بل بالعكس اللي بيشربوا حاجات صغيره وسط الاكل دي بتساعدهم ان هم يشبعوا بشكل اسرع. صح تمام. صح. الميه من الحاجات اللي بتساعد على الهضم والامتصاص، فبالتالي بتساعد لي على رفع معدل الحرق. مش انها بتزود الوزن زي ما بعض الناس فاهمه ان انا بطلت اشرب ميه عشان هي بتزود وزن، لا، او انا لما بشرب ميه بيحصل لي انتفاخ في المعده وفي القولون فانا مش هشرب ميه تاني. برضو دي غلط. فصح ان احنا نشربها على فترات. انتفاخ المعده والقولون بيبقى له اسباب كتيره جدا. ممكن الشخص ده يبقى عنده اصلا هو مريض قولون عصبي، او عنده التهابات في المعده، او عنده التهابات في القولون. ففي حاجات اكلات ممنوعه زي مثلا الخضروات، الحاجات الورقيات، الحاجات الخضراء، منتجات الالبان كامله الدسم، هو ده اللي بيعمل لك الانتفاخ مش شرب الميه. في ناس فعلا بيبقى عندهم انتفاخ بسبب ان هو مثلا عندهم حساسيه مثلا قولون، القهوه حساسيه من نوع معين من الاكل. بتبقى صاحيه الصبح بطنها كويسه وزي الفل ما عندهاش اي مشكله، شربيها بس كوبايه القهوه صح تلاقي القولون راح في حته ثانيه خالص. صح. والحاجات اللي حضرتك قلتيها من شويه بقى فكره انه انا اخس دهون ولا عضلات ولا الحاجات دي كلها بتبان عن طريق، عشان في ناس بتبقى مش فاهمه. دي بتبان عن طريق حاجه اسمها ان بودي صح؟ ليها كذا طريقه. اول حاجه واسهل حاجه والناس كلها ممكن تبقى بتعرفها، هدومي ومقاساتي وشكل جسمي، دي اسهل طريقه. الطريقه الثانيه دي بتبقى طبعا عند الدكاتره في العيادات اللي هو الانبادي. بس مش كل الانبادي بيطلع لي النتائج برضو مظبوطه، لان في حاجات كتيره بشوفها بتبقى في الصيدليات مثلا او في الشارع عموما. الناس تقول لي يا دكتور مثلا احنا عملنا الانبادي ده في الشارع في المكان الفلاني او في الصيدليه الفلانيه. مش كل الانبادي بيبقى انبادي، ممكن يبقى جهاز عادي. يعني في مثلا اجهزه طالعه برضو تمسكيها في ايدك كده تطلع لك نسب الفيتامينز والمينرالز، مش حقيقه. ده مش مجرد الانبادي اللي في الصيدليات، ده مش مجرد تحليل. لا، مش كل الانبادي برضو اللي في الصيدليات، خلي بالك، لان في بعض الصيدليات الكبيره بتشتري الانبادي اللي هو المحترم. لكن في حاجات اجهزه بتبقى انت مجرد مثلا ايه بتعدي على اشعه او بتمسكي حاجتين في ايديكي. لا، هو لازم الميزان يبقى فعلا ميزان تحليلي ومخصص للموضوع ده. الاجهزه بتاعه اللي هي الفيتامينز والمينرالز دي نفس الفكره. انا بمسك حاجه في ايدي فبتطلع لي نسب الفيتامين والمينرال. على اي اساس؟ دي حاجه تحليليه من دي حاجه المفروض بالدم صح؟ بتبان عن طريق كده. الدم. فدي حاجه تحليليه زي الميزان التحليلي مش اكتر. لكن مش بتبقى يعني دقيقه بشكل مظبوط. صحيح. طب سريعا واخر حاجه اسالك عليها، انت بتقولي ان الساعه البيولوجيه بتاعت جسمنا بتختلف من شخص لاخر، من شخص للتاني على حسب هو بيصحى امتى، طبيعه شغله، طبيعه الحركه بتاعته، طبيعه اليوم بتاعه بيمشي ازاي، عدد وجباته بتبقى قد ايه، بيشرب ميه قد ايه، بيشرب كافيين قد ايه، بينام امتى وبيصحى امتى، بيسوق كام ساعه في اليوم، قاعد على مكتب كام ساعه في اليوم، هل بيعمل لايت اكتيفيتي ولا لا، هل بيتحرك بشكل يومي ولا لا. طب خليني اسالك، احنا دلوقتي لو انا من ساعه من وقت صحياني ومن وقت افطاري المفروض ان انا باكل الوجبات بتاعتي في خلال كام ساعه؟ بصي، من وقت الصحيان لوقت النوم المفروض ان اخر وجبه باخدها قبل ميعاد النوم من ساعتين لثلاثة. اول وجبه باخدها بعد الصحيان بتبقى في خلال من ساعه لساعه ونص. على مدار اليوم لازم اخد سناكس على مدار اليوم. ما ينفعش اقعد مثلا التزم بالفطار وبالعشاء بس واسيب جاب طويله وليكن 12 ساعه ما بين الوجبتين، لان ده برضو بيسبب استرفيشن مود، فجسمي بيبتدي يخزن دهون، فالوجبه الاخيره تتخزن كلها على هيئه دهون للاسف. دكتور ساره مجدي نورتيني النهارده، وكلام مهم جدا ونصايح مهمه وحاجات كتير غلط كنا بنعملها دكتور ساره وضحتها لنا ازاي ان احنا نحاول ان احنا نعيش حياتنا بشكل صحي. نورتيني يا دكتور. شكرا لك. مشاهدينا دي كانت حلقات النهارده، نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.